بضيفي عبر الهاتف الباحث في الشؤون السياسية دكتور محمود إسماعيل. دكتور محمود مرحبا بك. نعم دكتور محمود، بعد وصول الحوارات إلى مراحل متقدمة، ما الجدوى الآن من خروج السراج وقوله بأن هناك مجموعات لا تريد الذهاب إلى الانتخابات؟ بداية ما يجب التنبيه إليه أن السراج هو جزء من المشكلة أيضا وليس جزء من الحل، وعليه أن يدرك جيدا بأنه قد انتهت مدته كباقي الأجسام، وأنه مدته حقيقة في بقائه كان لزاما عليه أن يتنازل أو يترك منذ مدة طويلة بعد تطبيق ما يتعلق بالاتفاق السياسي إذا كان هناك اتفاق سياسي، وقد نص صراحة على ما يتعلق بعنصر المدة. ثانيا، كنا نتمنى ونتوقع ولازلنا وسنظل بأنه لا يشير إلى إمكانية أن من دفعه إلى إمكانية البقاء ليس الأجسام المنتهية وليس الدول الأخرى ونداءاتها، وإنما كان عليه أن يستجيب لنداءات الشعب الليبي في الترك. ثالثا إن كان نعم أستمع عليك سيد كان محمود. نعم كان من المهم جدا إدراك أن الليبيون لا يريدون هذه الأجسام جميعا ولا يريدون هذه التوجهات التي لا تخدم ليبيا ولا قضيتها، وقد شضتها قسمتها عقيق قسمة تنضيجة، وقد أيضا ساهمت في زيادة الأزمة وأدخلت ما يتعلق بصراعات جهوية ما بين شرق وغرب وشمال وجنوب وغيرها من الصراعات التي افتعلوها من أجل أن يبقوا في السلطة. ثم إنها حاولت أيضا كل الاتفاقات تبقي على مجرمين على رأسهم العتاة المجرمين المسمى حفيصر وعفاصته، هؤلاء ليس مآلهم إلا السجن وإلا القبض عليهم عاجلا غير آجل وتقديمهم لمحكمات عادلة والأمل على إعدامهم تطبيقا للقانون الليبي، قانون واضح وصريح بشكل لا يمكن حتى مجرد الاجتهاد فيه. من الزاوية الأخرى، إذا كان الليبيون يريدون دولة ويريدون بناء فعليهم أن يتجهوا للدخل. تونس لا تساوي حتى مدينة في حجمها في ليبيا، فلماذا كل هذا الابتعاد على إطار الدولة الليبية؟ إنها حقيقة قسمة ضيزة ولا يمكن التكفل بهذه المنتجات. ليبيا أكبر من الجميع، ومن أراد أن ينشف عليهم أن يتوجه إلى وجود حراك يكون واضح ما يتعلق بواضح المعالم بمنع لأي محاولات لفرض وصاية على ليبيا، ويجب أن تكون هناك أيضا حركات بهذا المشهد. يجب أن يكون هناك دعوة لمؤتمر جامع بخصوص وأن ينشئ مجلس رئاسي وحكومة جديدة في داخل الدولة الليبية، ويجب أن تكون النتائج مقبولة للجميع وإلا يستفد الشعب الليبي بما لا يريد. أما استمرارية نفس الأجسام واستمرارية السراج وتوقعهم أنه هو الوحيد، أعتقد بأنها نوع من الهرطقات والإيمان بالذات من خلال من حوله الذين لا يريدون سواه لأنهم مستفيدون. هذه هي الحقيقة.